اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستذكار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فندعوه؟
أم في الملأ إله غيرك فنرجوه إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ إليه وأنت الكريم الساتر أم بمن نستغفر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين وأن تدخلنا جناتك جنات النعيم اللهم قصدناك بحاجاتنا وأنزلنا بك فقرنا وفاقاتنا ورحمتك أوسع من ذنوبنا فلا تردنا خائبين يا من عنت الوجوه لعظمته يا من يقول للشيء كن فيكون يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفرة إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطردته إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت رجاؤنا إذا انقطع الأمل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه حقك على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين فانظر برحمتك إلى هذا الجمع السعيد وتقبل منا ما عملناه في شهر مزيد وبلغ من خير الدنيا والآخرة ما نريد وعمر بالتوبة خراب قلوبنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا بديع السماوات والأرض يا جبار يا رزاق يا حنان يا منان يا ستار يا قهار يا قابض يا باسط يا رافع يا خافض يا معز يا مذل نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار
اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا بشفاعته وأكرمنا بجواره وأكرمنا بالسلام عليه وأكرمنا بالجلوس بين يديه وأكرمنا بتقبيل يديه ولا تفرق بيننا وبينه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا عصيناك كثيرا وقصرنا في حقك كثيرا، فارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، قبل أن يقول الشاب فينا وحسرته ويقول الشيخ الكبير وشيبته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أكرم العقيم من النساء، وأكرم العقيم من الرجال، اللهم أكرمهم بالذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم، ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم.